بالظبط. ممكن لو سمحتوا تركزوا كده في سلوك الحيوانات، ممكن تركز لو حضرتك عندك كلب او قطه قد ايه هيبقى حبك وقد ايه هيبقى دايما عنده يعني وفاء غير طبيعي ليك. انا عايزه اشوف بس الصور اللي قدامنا دلوقتي، ده الملجأ بتاع حضرتك صح؟ اللي عند حضرتك ده للحيوانات الضاله، حضرتك بتستقبليها ازاي؟ دي كل الحيوانات الضاله حضرتك استقبلتيها. كلمينا شويه بس عن الملجأ ده، وازاي بتستقبلي الحيوانات وبتعالجيهم ازاي لو عندهم اصابات خطيره؟ جمعيتي الجمعية المصرية للرحمة بالحيوان اسمها أنشئت رسميا وسجلت رسميا طبقا لقانون وزارة التضامن الاجتماعي سنة 2007. احنا مجموعة من الأشخاص قررنا مع بعض ان احنا أفكارنا متشابهة وان احنا عايزين نعمل حاجة مختلفة للحيوانات، نظرا لتفشي يعني انعدام الرحمة وأي حقوق تخص الحيوانات، مش فقط بنتكلم عن الكلاب والقطط، احنا بنتكلم على الحيوانات على إطلاقها. وجزء من شغلنا ان احنا بنحاول نتعاون مع الحكومه ممثله في الجهه الرسميه المسؤوله عن الحيوانات في مصر اللي هي الهيئه العامه للخدمات البيطريه التابعه لوزاره الزراعه، ان احنا نحاول ان احنا نوجد حلول لهذه المشكلات، نحاول ان احنا نستصدر قانون لحمايه حقوق الحيوان، لان عيب مصر بلدنا يبقى لغايه دلوقتي ما عندناش اي نوع من القوانين اللي بتحمي الحيوانات، في حين ان في دول عربيه طالعه بعدينا بالاف السنين وأقرب جدا مننا عندها هذه القوانين. طيب وبرلماناتها بتستصدر هذه القوانين الحماية. كمان بتقدموا رعاية صحية للكلاب هنا، أنا شايفة هو كل الكلاب دي كان جاي لنا بلاغات على أنها كلاب مسعورة على فكرة. مسعورة؟ الناس بالنسبة له أقول له حضرتك عرفت أن هو مسعور؟ هو عارف بيهوهو بالليل. طب ما كل الكلاب بتهوهو أصله بالليل يعني بيبقى لونها أحمر. ده اللي هو عشان دي علامات ان دي كلاب مسعوره. ده يا عيني ده كان مكسور. بصي حضرتك احنا بنستقبل حالات الطوارئ اللي هي بتكون نتيجه للسم اللي الهيئه العامه للخدمات البيطريه بتستخدمه للتخلص من حيوانات الشوارع او الرصاص زي ما حصل لكلاب اسكندريه، وبيكون البعض منهم ما ماتش. البعض من الحيوانات بتتعرض للحوادث فبيحصل لها شلل او بتفقد احد اطرافها او اكثر من طرف. الحيوانات العاميه، الحيوانات الصغيره في السن جدا اللي الحكومه بتقتل او بتسم الامهات فبيفضل رضع في الشوارع. ما يقدرش يعتمد على نفسه في التغذيه او ان هو يراعي نفسه فبيموت فبيضطر ان احنا نستقبل هذه النوعيه. واغلب طبعا الحالات اللي بتجينا بتكون نتيجه ايذاء مباشر، يا اما من خلال الهيئات الحكوميه زي الهيئه العامه للخدمات البيطريه او شرطه المرافق او من خلال افراد، لان احنا برضو عندنا نجمه قطط من دول في ناس بياخدوها معاهم بيتبنوها بره. هو حضرتك القطط قطط والكلاب كلاب، مساله الانواع دي زي الفكره العامه اللي عايزه تميز الامريكي عن المصري وعايزه تميز الاوروبي عن